والإنسانية. ربنا سبحانه وتعالى اداني من نعمه كتير، استجاب لي دعايا ورزقني بمولود وسميته زكريا. ومهما العبد شكر ربه مش هيقدر يرد كرم المولى عليه. وعشان كده انا صممت، واعوذ بالله من كلمه انا، قصدي اقول ان استخرت المولى عز وجل وصممت اني الغي الاتوات اللي الفتوات بيفرضوها عليكم. اكيد فرحه فاضل في ابنه فكتله في مولود عقله. ازاي نغمض عينينا عن شريعه الله ونسيب الظالم يعيش على مال المظلوم؟ امال مين اللي هيدافع عن الحق يا معلم فاضل؟ لو كل واحد من الفتوات دول كسر نبوته، كل واحد من اهل الحي هيبقى فتوة، محدش فيهم هيرفع نبوته الا على الظالم. واللي ما يقدرش يدافع عن ماله وعرضه ما يستحقش نعمة ربنا. العدل مش هينقام بينا الا اذا كل واحد فينا ضمن لقمة عيشه. لازم نشتغل، لازم كل واحد فينا يغمس لقمة عيشه بعرقه. واللي قبلنا قالوا ايه؟ اللي يشحت لقمته ضاعت عليه حريته. يا فاضل للطفل المسكين ده يتيتم على ايديك. يا ساتر يا رب، ليه عبد الدقيم بتفاول على ابني بالشكل ده؟ لسانك حصانك ان صنت صانك. زعلان يا عبد الدقيم اني وقفت جنب الفقراء والمساكين. ده حمل كبير ما يقدرش عليه الا الانبياء والمرسلين. عظمة الرسول عليه الصلاة والسلام انه كان نصير الفقراء والمساكين. وبعدين النهارده ندعنا في سكينة باردة وضيع عيلتك وضيع الحاج. خبري ما اسمعش كلامي برضه ونفس اللي في دماغه. لكن اطمنوا يا رجاله، من النهارده مصروفكم هيكون من جيبي. اتفضلوا دلوقتي كل واحد يروح بيته، سيبوني اشوف حل مع عباس وشطان. اتفضلوا. يا معلم بدران، لازم نلحق ونتصرف. ليه ابن نسوان هتلف علينا؟ بطل كلام الولايه ده وخلينا نشوف حل للمصيبه اللي احنا فيها. حل ايه يا معلم بعد اخوك ما اتغدى بينا قبل ما نتعشى بيه؟ تقدر تقول يا معلم هتاكل منين لما تكسر حكوتك؟ جايز المعلم بدران ضامن انه ياخد جرايته من ابوه فاضل. كم يا راجل ده هو؟ كل واحد يتكلم على قد توبه. انا عمري ما كسبت لقمتي الا بنبوتي. يبقى احنا يا اخوك على وش دنيا. طب سيبوني اكلمه، يمكن يراجع نفسه. يا معلم بدران الحكايه ما عادش فيها يا ام ارحميني، ويا روح ما بعدك روح، دم اخوك فاضي خلاص بقى حلال لينا. يلا بينا يا شطاري. استنى فاضل بقى اخويا انا ودمه حلال ليه قبل ما يبقى حلال ليكم؟ الصلاه يا مؤمنين الصلاه. حاج فاضل الصلاة هتفوتنا. يلا يا حاج عشان ما تتأخرش على الصلاة، خليك تدعي له بطولة العمر. بسم الله. هتضرب انت يا معلم ولا احنا نتخلص عليه؟ Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على كامل النور. ادعوا له، ادعوا له ان ربنا يحرسه زي ما حرس المصطفى من عداه، من معجزات النبي باب اليمام على الغار، من كان ضمين النبي لم شعر جسمه بنار.